النهارده فرصه تعاون اتفاقيه تفاهم بتتمضي ما بين شركه ايفا فارما وجامعه راس الخيمه لهدف تدريب الطلاب المتواجدين في الجامعه وايمانا منهم بقدره ايفا فارما بامكانياتها كمناطق انتاجيه وكخبرات ناس موجوده وشغاله على قدرتهم على ان هم يخلوا فريق الطلاب اللي عندهم في الجامعه على اعلى مستوى نتاج التدريب ده ويبقوا قادرين على مواجهه سوق العمل وايجاد فرص العمل بطريقه اسهل لان هم ياخدوا خبرات كبيره قوي من احتكاكهم بالصناعه الحقيقيه اللي موجوده في شركه ايفا فارما. And we know this Eva Pharma is one of the very important and famous industrial company here in Egypt. So it's our privilege to be here and entering into an agreement with Eva Pharma. هو سعيد طبعا بالتعاون مع ايفا فارما، هو عارف انها واحده من اكبر الشركات الموجوده في مصر ومن هنا بتيجي سعادته ان تتم الاتفاقيه دي وبيثق بكده بالتدريب اللي هيتم للطلبه بتوعه في اماكن الشركه او في ايفا فارما. معروف انه الامور الصحيه دائما فيها تدريب ميداني. في مصانع في دولة الإمارات في رأس الخيمة بالتحديد مصانع دوائية، لكن احنا طموحنا ايضا ان تكون لنا شراكات وتكون لنا اتفاقيات مع مصانع خارج إمارة رأس الخيمة وخارج دولة الإمارات. الفرصة اللي اتيحت لنا ان نعقد اتفاقية مع إيفا فارما وهي شركة من شركات الأدوية الكبيرة في مصر، دي حتى ستتاح الفرصة لعدد من طلبة الصيدلة أنهم يجوا مصر ويلاقوا فرصة تدريبية